الرابع يا مرحبا يا حي الله جميع الصرخات يا مرحبا حيهم يا سهلا مرحبا ونعم ونعم حياكم الله عبد الله بالهيب يا مرحبا يا مرحبا الشيخ اللي اشترى الملك يا ابو سعد يا مرحبا حياكم الله ابو غاز الشلوي يا هلا والشاعر علي يا مرحبا ولا مشعل بن شارع يلا حيهم يا مرحبا شاعر خالد حيهم يا مرحبا حيهم ربعنا الغمه يا ابو سهل ابو حسين الغامدي يا حيهم يا مرحبا حياكم الله عندك في البيت يا مرحبا يا حيهم يا ابو سهل يا حيهم يا مرحبا يا ابو مرحبا يا مرحبا يا الله حيوه يا مرحبا يا الله حيوه 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 يا ابو سعد يا مرحبا يا هلا وسهلا يا الله حيوه يا هلا وسهلا مرحبا يا الله حيوه يا عزيز يا مرحبا يلا حي يا مرحبا يلا حي يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا انتم معكم غمد الله يحييك معكم قبيله ثانيه غير الغمد احنا مع طال عمرك بنيوس والشراوه خلى بالحارث معكم غير الغمد احد مرحبا يا غامد الله عند شباب وحنا كلنا قبيله واحد احنا سوانا بويتات لو درانا انكم جايين غامد والله احنا نمون على شبابه لنحطكم قدامه لكن الله يحييكم يا مرحبا هاي عند السي بويتات سواها اخوي يخدمني كثر الله يطول عمره ويخليه ويجعل عوض اللي في سعود الله يرحمه كثر الله اسمعوها وتجاوزوا عن التقصير اللي فيه وانتم يا غامد مرحبا هاي عند السي انتم وبالحال كثر الله مساكم الله بالخير يا مرحبا ترحيب السيل عن خواني تاج راسي سلاحي والحزام من ذوي حسين عز المصيح وسعده ما عليكم زود وعن عموم ذويب ربعي مخضبة الحسام يوم كل في الملاقة تعلق مقلده عليكم زود مرحبا بعد ما طاب الكلام من هجوس الشاعر اللي يعز المفردة مرحبا ترحيمة النور جلا يا الظلام مرحبا ترحيمة مرحبا ترحيمة النور جلا يا الظلام مرحبا ترحيم ما قيل قبلها وبعده مرحبا يا من لفيت وعدد وابل العمام غيث يروي يا بس القاع لها البردة مرحبا يا غزوة قسمكم راس السلام قسمكم وافي ولا احد لك الله يجحده ما جهلنا في ابن حارث رفيعينا المقام اللقى معروف جمره ونار موقده ما جهلنا في ابن حارث رفيعينا المقام اللقى معروف جمره ونار موقده كم حريب ما تهنى بلذات المنام شافهم بالنوم ثم انتهض من مرقده من شبابه كل بونا ولا فينا انقسام كل منا لا دعا الداعيه جاك اجهده تمت بفضل الولي والرحم مسكرة تام للضيوف من نفانا وجوب الجدد الله يحييك الله يحييك الله يحييك الله يحييك
محمد بن حامد زميلي في القوات المسلحة، هذا الرجال اللي زوج الدكتور عبد الله، قال مالك شغل في عبد الله، أنا بزوجه وزوجه. الله يبيوجهه ويجيكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا وسلموا على رسول الله. نحن هذا المساء المبارك مساء الثلاثاء 14/3/1446، وبالتحديد في ضيافة رجل الأعمال والشاعر المعروف الشاعر طايل ابن سعد الذويبي العتيبي وربعه وإخوانه، الله يبيض وجيهه. الليلة المباركة هذه استقبل فيها أعيان من بني الحارث وأعيان من قبيلة غامر، فالله أرحب باسمه وباسم الربع لن يمون عليه وحلته وحلتي وحده، فالله يحيي الجميع في محل الجميع. ما شاء الله تبارك الله، شاركنا هذا المساء أخونا الشيخ زايد ابن عايد الصلاخي شيخ قبيلة الصليخات، الشيخ عوار الطيباني شيخ قبائل كتنة، الشيخ عبد الله ابن هيف المذهبي شيخ قبيلة المذاهب ورجل أعمال معروف، كما شاركنا أيضا شعار الله يحييهم الشاعر علي ابن منير الصلاخي والشاعر خالد الشواحتي أبو نايف، ويا مرحبا اذكر الغمد، الغمد ذكرته، يا مرحبا أبو الغمد أخونا حسين الغامدي، كما شاركنا أيضا الشيخ مطر ابن غازي بن نوار الشلوي الله يحييه، شاركنا الشيخ بعود فردي اسمه سلطاي معروض في الصفحة وفي السناب بن أبو سعد وحي عندي عمره، وحي أخونا فايز بن سفر مرحب بن شالح، مرحب أخونا مشعل بن سفر بن شالح، يا مرحب أخونا بدر بن زايد بن شالح، وجميع الرجال اللي حضروا بدون تحديد وبدون ذكر أسماء دون أسماء. الآن نترك المجال للشيخ عواض الطيباني. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، باسمي وباسم وفد بن الحارث اللي هن في ضيافة الشيخ ورجل أعمال طاهر بن سعد وأخوانه وربع الدويبات، الدويبات ما نقول فيهم والله ما نوفي بحق، ما حنا عشان لا والله ما عليكم كلمة حق، جينا مشايخ ف المشايخ ومقطع الحق عند الذويبات من ايام عبد الله بن خيل الله يرحمه ولده زميلي عبيد ونعم الرجل، ونجينا الشعر فالذويبات من عندهم قائمه من الشعراء منهم شاعر الوصيف احمد بن سعيد الذويبي، فالذويبات مقطع حق ومصدر شعر وكرم وعواني وانساب لنا، ونقول الله يبيض وجهك ابو سعد انت وربعك واخوانك الحاضرين على استضافه الشيخ سليم بن سفر الصراخي رجل أعمال ومن رموز بن الحارث سلطان، وابو سفر مهما نقول في ابو سفر والله ما هو في حق، هو ما نمشي الا بعده رجل علم ومربي اجيال وعلوم غانمه مو اخوانه، وفي اول القائمه من بن الحارث ان كان في مده وكان في رد، فالله يحفظكم جميعا ويديم علينا نعمه الامان ويحفظ ولاه امرنا. ايوه القصيدة متواضعة، أقول سلام الله سلام فيه تشريف وقدر وجلال على رؤوس الرجال اللي تشرف من يصاحبها، بعد رحب بنرى على المواقف طيب الأفعال، دويبي والدويبي كلها الأمجاد كاسبها، ما عليكم زود من الرجال لهم تاريخ ولهم في الدير منزال، من الرجال لهم تاريخ ولهم في الدير منزال، من عتيبة أهل الوقفات لكثرة نشايبها، أنا طايل بذكره صار صيته مضرب الأمثال، زعيم للتجارة والمراجل عند صاحبها، على درب الشهامة والمكارم ما حسب للمال، يمينه تعطي الجزلات والهزلة يحاربها، من رجالنا زحول وفي الملاقة تقهر العيال، كعام المعتدين وتدحم الأعداء مناكبها، من عتابة هل الوقفات لا جار الزمان ومال، رجال نفتخر فيها ونفخر في مناصبها، مكرم شيخ من عزوه
لهم في الطائلة مدهال رجالنا وافية نفخر بها من عهد شايبها سليم بن سفر بن شالح جف العلوم مشكال من زحول الرجال اللي في الميقاف نحسبها عزاة الشيخ راعي النخوات والأفعال عزاة الشيخ زايد راعي النخوات والأفعال من رموز الرجال اللي تشهد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا محمد في هذا الليل الليلة الطيبة المباركة اللي كان عند الأخ طاهر بن سعد الدويدي والله يطول عمره من عظم ويكون موجب دعواه لابن عمنا وركن مركان قبيلة الصليخات ونعتمد عليه بعد الله في هذا القبيل عندما أخبرنا إحنا والجهة الطيبة لي ما قدرنا نقول لا حضرنا نسلم محلكم ونسلم عليكم ونجمعكم هذا الليلة والله نطول عمالكم ونحمد الله على أول شيء يلمن والأمان على ألم والأمان اللي خلى الناس في نعمة واضحة وثاني شيء أن يحرضنا مولانا خادم الحرمين الشريف لأن بغيره ولا لمن ما حدنا شيء وبعد ذلك ما ودي أطول عليكم أشكرك يا أختاري وأشكر أخوانك وأشكر ربعك باسم ربعي اللي معي لا الشيخ عواض ولا ربعنا الشعاب جمعتنا ولا الشيخ أخوانا باسمهم نشكرك ونقول جزاك الله خير ونشكرك على الاستقبال على حسن الضيافة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي سبقونا كف ووفق ايش تقول ابو سعد اخونا وزميل والله يقول هو استاذي في الشهر ما هو بنا يربطنا بعلاقه وقلت جينا في المجلس اكثر من مره ففيها ابيات ولا والله يستاهل ابو سعد ومن يسمع به يستاهل الطيب يقول يا الله يلي يا الله عالم في كل حال يا رافع سبع سموات بلا عمد أنك توفقنا على خير المقال واكتبنا الجنة ليحان الوعد سلام منا يا حميدين الخصال أحلى من السكر ولذ من الشهد باسم الشيوخ اللي على جد وخال سموا بن الحارث موفينا الوعد الشيخ زايد شيخ قوم وطيب فال سليم بن شالح من وجيه السعد بالرأي والحكمة معك في كل حال من الرجال اللي يحلون العقد جينا على دعوة كريمين السبال الله يكثر خيركم يا أبو سعد جينا على دعوة كريمين السبال الله يكثر خيركم يا أبو سعد أنت ومثلك في المعارف رأس مال معروف الطايف من أعيان البلد شاعر ورجل أعمال من صال الرجال ولي نصيته قال تبشر بالسعد من عزوة عتيبة مثل شم الجبال تاريخهم معروف والمنصف شهد وكل القباية النعمة فيها جدال في ظل دولتنا وحكم أبو فهد واختامها صلوا على محمد وآل عداد من كبر ومن قام وسجد مرحبا هاي العده السيف للجميع بدون استثناء ما خص احد كلكم مرحبا هاي العده السيف في صحن هنا وفي صحن هنا تعالوا هنا الكبار يجون هنا ما شاء الله تبارك الله شاعرنا الموقف شاعرنا علي ابن منير الصلاخي الحارثي في ضيافة رجل الأعمال والشاعر
طايب الدويبي من العتيبي ورابعه خواله المناصير الله يبيض وجيهم الدويبي والمناصير كلهم كفر. لا 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 يا رب نطلبك السعد والصلاح واللي بعدها يا حضور الرجال عرف النشامى مكسب وراس المال سلام من بن يوسف شيخ وجبر ومن الشلاوى عد وبلا المطر عنهم شيوخ العز والموجبات زايد وعواض الشيوخ الدقال سلام من غامد سلام الوصول قوي دون نقول ونطول سلام يا عتيبة سلام الوجوب والطيب راهي والغرف القلوب حنا عليا في كرامات كريم شيخنا على الطالات فعله مقيم طايل وطيبه طال فوق السحاب طايل وطيبه طال فوق السحاب واسم المسجل من عزاز الجناب طايل وفعله بالجميل انتمى حتى وصل صيته عنا السماء ونص الكلام اللي عليها الكلام كل له من اسمه وفعله مقام وليجتمع طيب الاسم والفعايل نقدر نقول انك يا طايل يا لا 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 الله يمسك برضه باسم ربع ريال حاضرين الشيخ حوار والمشايخ كل الدرب مشايخ لكن عندنا عجيب انت ربع ما احنا مقالين على عشاق ما نقول سيد وعده يا حبه الوعده ترى يتكلم بس فاهم كله مفوضين انت تستاهلون ترى ما جيناك الا بحبه وتنجيل الله ما ريحك ما مدرناك والرجال اللي عدمت ابو سعد هنا هنا والله ان الشرف لا يوم نجيك شفت لا ونفرح يوم تجون شفت لا الوعد دين على الرجال والناس بظروفها انا جاني طال عمرك فايز ترى هو يعني الساعه المباركه اللي جابته الله يخلي الرجال هذا يوافق لانه هذا معي ويطلق من عندي ثلاث ويطلق 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 يوم جاني الرجال هذا قال ابي اجيك كل يوم اقول له دق على الرجال عطني رقمه يتشرد ولا كوت لهم يوافقون والله ان النشر او شهرين او اكثر مثل جيت له قبل شهر شفت ولا لا فمرحبا بالجميع وهذه من بركاتهم يوم جمعوكم وجابوكم خلونا نتعرف على شرواكم الوعد بمشيئه الله بمشيئه الله اسمعني الان والله ما اقدر اقول لك الوقت الفلاني لكن بمشيئه الله هذا المتحدث الرسمي عنا كلنا يبقى يشوف الامور وان شاء الله ان الوقت يسمح ونجيكم ان شاء الله بمشيئه الله لكن قولوا لا اله الا الله قولوا لا اله الا الله انتهى بمشيئه الله اقول انا قلت لك انا قلت لك الشرف والله بمشيئه الله بمشيئه الله ابو من اقول بمشيئه الله اذا قال كلام ويا مناصير ويا دويبات وحمد العصيمي لكم عندي في جال قهوه اباكم تشرفوني في محلي تمموله قولوا تم كملوا على فرحانين صح زانك
ابو احمد كان من احسن عسكر مرور كل من ينصاف المرور هناك الله يبيض وجهه كل يذكره بالخير ولا انا وابو سعد جيرانه في المزرعه ورائي حله ورائي مقال لكن يا ابو احمد والله العظيم ان ما نجد الفرصه اللي نعطيك فيها وعد انت يسر موعد فامشي وما تيسر عذرنا ما تخابر ظروف يا رب قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله علي بالطلاق ما يكسب منه شيل الهدي خلاص انت هذا كلمك قدام ترى ولا قلنا بيني الزواج يا شباب يا ابو احمد لا جاء عندك سواد ابشر بالكذا كون محظوظ هذا يلا بيض الله واجهك بس العلم العلم بحر العلم بحر شيلوا الفناديل هذه انا بنختم قصائدك تدرس يا ابو سعد وبيسمعونها الرجال احنا ما شاء الله في ضيافه الشاعر طايل الله يجلب عليه عازم له رجال من بني الحارث ورجال من غمد والله يحيي الجميع في محل الجميع ومثل ما ذكر منصور ابو خوينا دائما أطيب منا فالآن نختم اللقاء بقصيدة من شاعرنا الموقر ومضيفنا هو وربعه وإخوانه وخواله المناصيب والله يجود عليهم أنا والله ودي أجيب قصيدة كل رجال أنا يحب قبيلته وحنا من فضل الله في الزمان هذا أصبحنا قبيلة واحد من فضل الله لكن ما ودي أمدح قبيلتي شفتوا ولا لا ولا اذكركم انتم فيها لان القصيده قديمه تمام ولا لا فانا نعم شفت فكل في كل قبيله حقها من رجالها اللي قالوا انا بجيب نصيح معنا شباب هنا لعلها تجد لها يعني زي ما تقول مدخل حتى علينا احنا يا الكبار ترى فيها اشياء تمر علينا احنا ونتجاوز عنها ويمكن انها هذه قصيده في وليدي سعود سعود وينه؟ قريب سعود سميته على اسم سعود اخوي توفى رحمه الله عليه وسعود كانوا يسمونه رجل القبيله اللي جاء علم للقبيله قالوا يروح سعود واللي راح يسر الله الموضوع ما هو يعني زي ما تقول من قدر واسطاته ولا لكن تيسير من الله يا الله يا علامها يا رقيبها رقيبها الدايم وعلام غيبها يا من يشوف النمل في حال كدجه في الصخره الصمه ويسمع دبيبه طالبك تغفر لي وتحسن لي العمل قدام لا ترسل روحي طليبها ومن بعدها يا سعود لدري واسمع قبل صدق الوصاها بتديبها تراي سميتك على راعي الوفا اللي فعوله جمت اللي يستوي بها اخوي جعل الخلد يا سعود منزلك فرقاه عندي جمرة مكتوي بها واليوم شد الحيل يا راعي الاسم واحفظ وصية والد معتني بها خلك ما بين الخوف يا سعود والرجاء مع خالقك والناس لا تشتقي بها رزقك وعمرك والسعادة مع الشقة ما في غير الله حي يندري بها واللي بقي يا سعود تخلص لها العمل وسنة نبيك يا فتاة تقتدي بها والناس عاملها على قيس فهمها وعميان الريال أضل لي حريبها وامك ترى للأم يا سعود منزله يا كبر حظ اللي فضله يصيبها وأنا رجاي أنك تجي عندها قوتي والسير زي زوم المراجل وذيبها يا سعود لا ضاقت عليك وتقفلت بيبان خلقه عندك الله طبيبها اطلب كريم الوجه لا تطلب البشر اللي عطى ما قال بكره تجيبها اطلب كريم الوجه لا تطلب البشر اللي عطى ما قال بكره تجيبها واللي اعطاك المال اصحى تبذره ينفعك في سود الليالي وغيبها واعرف ترى اصعب شيء في وقت حاجتك لا خاب ظنك عند من يستنيبها وخلك صدوق الهرج وافي مع البشر وصون الامانه هنا ياتي صحيبها وفي واجب الضيفان لا تشاور العرب قدم يا ابوك اللي يجمل عصيبها قد قال والعراف يا سعود قبلنا زيد الردي عن سومة ما رضي بها واصحى اصحى اللي جاء واجب الربع تندرك والهينة في مدتك لا تجيبها وانشد انشد عن الصاحب قبل لا تصاحبه ترى الاوادم تنعرف من صحيبها من صاحب الرديان حتى اهل الردى ومن صاحب اهل الطيب يكسيه طيبها وعن خلة الجيران لا تدري العرب مهما تشوف استر خللها وعيبها واللي ابليت بعيه دم مختدم
لا تفتش عيوب العرب وش تبيبها؟ خصني اللي كان البلا من قرابتك من تهم غيرها بناس تجيبها. والمجلس اللي ما يحشمك تجنبه، ترى الكرامة كنز ما ينصخيبها. من يحقرك لا تبتسم له وتحشمه، ادعس على خوته وهدم قليبها. واستح استح من العاني وقدر عنوته، بنت العرب عند العرب لا تعيبها. ترى العرب يا سعود يبغون بنتهم من مصلحة عفها وتلقى نصيبها. واللي يجي لك بالحكي لا تسمعه، قتات شر وعادت له ضريبها. هذه نصيحة من غزا الشيب عارضة، وجرب سموم الماضيات ولهيبها واختامها دعوة. عسى الله يحفظك ويحميك من جور الليالي وغيبها. وهو جميعا نسمع.